اهلا بيكم. الليله ليله فرح وسرور، ليله حمراء. الاهلي يسجل الانجاز التاريخي الرابع ليه هذا العام، ويحرز كاس السوبر الافريقي بعد الفوز على نهضه بركان المغربي في الدوحه 2-0. عايز اقول لحضرتك الاهلي باقي له تكه ويعمل التقيله، يعمل الكبيره، يعمل اللي ما حصلتش، ياخد الخماسية، يعني ياخد 5 بطولات. الاهلي كده وفي عين الحسود، وعد معايا وما تقرش. الاهلي خد الدوري، خد الكاس، خد دوري ابطال افريقيا، وخد كاس السوبر. باقي على الحلو دقة، وباقي له السوبر المحلي مع طلائع الجيش. في الحالة دي يبقى الاهلي فاز بكل البطولات اللي لعبها. الاهلي حديد يا اخوانا، الاهلي يا يعيش. الاهلي عايز اقول لك دي مش اول مره، لو فاز بالسوبر المحلي هيبقى كده فاز بالخماسيه في عين العدو، لكن مش اول مره يفوز. في 2006 مع مانويل جوزيه الاهلي برضو عمل الكبيره وفاز بالخماسيه. لا صوت يعلو فوق صوت الانتصارات، بس عايز اقول لك السنه اللي فاتت برضو الزمالك خد كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي. يبقى في عامين متتاليين الكرة المصرية تتسيد القارة الأفريقية. بس النهاردة يومك يا أهلي، النهاردة يومك يا أحمر. الشوارع كلها زيطة النهاردة، ما بنصدق يا عم نلاقي حاجة تفرحنا وتبسطنا. عندنا حاجات كتيرة تفرحنا، بس الكورة في أولها. ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العريضة اللي كانت بتشجع النهاردة، وأيضا الشكر والتهنئة لكل جماهير مصر. جماهير مصر بتشجع أهلي وبتشجع زمالك، إمتى؟ لما يلعبوا باسم مصر. مبروك لكل لاعب في النادي الأهلي ولمجلس الإدارة ولموسيماني. ظلمناك يا موسيماني، قرصنا عليك شوية، بس كمل لنا بقى كمل لنا بقى دوري ابطال افريقيا بعد ما خلصنا من صاحبك سان داونز اهو، وهنطلع على الدور قبل النهائي والنهائي ونحتفل هنا في المصري افندي. بس نرجع من الدوحه دايركت كده على مصر الجديده وعلى شرق القاهره. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته الاسبوعيه تجول وهو لابس كده كاجوال ومتأنق بموكبه، واطلع على المحاور الرئيسية حوالين مطار القاهرة. هنشوف ده في فيديو في تقرير، بس عايز اقول لك في الاثناء دي التقى بسيدة مسنة. قالت له يا ريس انا عندي سرطان وعندي وعندي وعندي. قال لها بس كده؟ طبعا ما قالتلوش اديني كارت من عندك اروح بيه وزاره الصحه. على طول الرئاسه اشتغلت، قالت لها دكتوره علا زايد الملف ده عندك في اقل من ساعات معدوده، الست دي لازم تروح وتتعالج. هشوف الفيديو وليا تعليق. تعالى نشوف هذا الفيديو او التقرير عن جوله السيد الرئيس مع ولقاء بهذه السيده المسنه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد. مشروع تطوير محيط شارع الفندق في النقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبد الحميد بدوي فندم. تم تنفيذ فندم المشروع فندم عبارة عن 13 كيلو و250 أطوال طرق وتطوير ما بين إنشاء جديد فندم وبين تطوير وتعريض الطريق فندم، اللي يصل إلى 8 حارة مرورية في بعض الأماكن فندم، بواقع 16 حارة مرورية. أحد أهم الطرق فندم اللي إحنا تم تنفيذها تقاطع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد. المنطقة دي فندم كانت بتسبب اختناق مروري، تم تنفيذ عدد 2 كوبري دوران للخلف،
للقادم من عبد الحميد بدوي رجوعا الى شارع عبد الحميد بدوي ثم محور جوزيف تيتو، والاتجاه العكسي فندم القادم من مدينه نصر للعوده الى مدينه نصر فندم بدون اي تقاطعات سطحيه فندم. تم تنفيذ فندم الطريق للتطوير طريق الاوتوستراد بطول كيلو 700 جاري فندم رفع المساحي لتطوير ما تبقى من طريق الاوتوستراد وصولا الى طريق ابو غزاله، وزي ما سيادتك عمرت فندم جاري رفع مساحي ودراسه تطوير شارع الملتقى العربي ليصل الى طريق الاوتوستراد برضه فندم بعد انتهاء الصينيه زي ما سيادتك قلت قبل كده فندم وصولا الى الاوتوستراد. تم تطوير فندم محور المشير احمد اسماعيل بطول 2 كيلو 200 من تقاطع مع صلاح سالم فندم وصولا الى طريق الاوتوستراد عشان يخدم فندم على طريق السويس عبر طريق الصاعقه فندم. تم تطوير فندم شارع الشهيد سيد زكريا بطول كيلو 600 وتم تنفيذ فندم اماكن انتظار للشارع مكتظ بالاماكن التجاريه والسكان، فتم تنفيذ فندم اماكن انتظار على المائل في الجزيره الوسطى فندم. تم تنفيذ فندم عدد 2 وصلة عرضيه للربط بين شارع عبد الحميد بدوي وشارع الشهيد سيد زكريا زي شارع الحسن فندم بطول 400 متر او شارع النصر فندم بطول 500 متر. جاري دراسه فندم تطوير عدد 2 طريق عرضي اخر شارع خالد بن الوليد وشارع الموازي لشارع انقره فندم. شارع انقره فندم بطول حوالي 2 كيلو 400 جاري دراسه فندم تطوير الشارع الموازي ليه سيادتك عمرت قبل كده دراسته من حيث المرافق فندم والتخطيط فندم. تم تنفيذ فندم رفع كفاءه شبكات المرافق في نطاق محيط شيراتون فندم باجمالي 35 كيلو خطوط ميه مع تنفيذ فندم خط صرف صحي لصرف الامطار في الكيلو 700 بتوع شارع الاوتوستراد فندم، لان هنا ما كانش فيه فندم اي خطوط صرف مطر خالص، فتم تنفيذ خط شركه الصرف الصحي تم نفذه كيلو 700 خط صرف صحي لخدمه الكيانات المستقبليه او لصرف المطر فندم اللي هيبقى موجود هنا ان شاء الله. تم تنفيذ فندم الاعمال اللاندسكيب في نطاق التبه في نهايه شارع حين بدوي زي ما سيادتك امرت، او جاري تنفيذ فندم تنفذ جزء وجاري تنفيذ الجزء الاخر فندم. تم تنفيذ عدد 2 وصله عرضيه بطول 2 قصدك الحمايه؟ اي فندم الحمايه واللاندسكيب بعديها فندم. الحمايه جاري تنفيذها واللاندسكيب تنفذ منها جزء وجاري تنفيذ الباقي فندم. 2 وصله عرضيه للربط ما بين شارع عبد الحميد بدوي والاوتوستراد عند كوبري الصاعقه فندم بطول 200 متر تم تنفيذهم بالكامل فندم. بص يا محمد. عموما يا فندم. الشارع ده. تمام سيادتك. دي حديقه. تمام سيادتك. قدامها شارع وشارع. تمام سيادتك. ودي حديقه قدامها شارع وشارع. تمام سيادتك. لو سمحت. دول اربعه هنا، اربعه هنا، اربعه هنا. تمام سيادتك. يتعملوا. اوامر فندم. نفس الكلام لهنا. مفيش مكان الناس تمشي فيه. اوامر فندم. ادي حاجه، الحاجه الثانيه انتوا عملتوا الشارع. حتى بتاع حميد بدوي اللي احنا مشينا عليه. تمام سيادتك. انا فوجئت ان الرصيف اللي جنب اليمين كله عايز ترفع كفاءته. طب ما تعملوه؟ تمام سيادتك. بلما عملنا شارع نخرج منه من اوله لاخره. بحيث ان انا اخرج من الشارع ده ايه؟ يمين وشمال والصفه بتاعته كله خلصان مره واحده بقى. اوامر فضلك. شاكرين. كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم اثناء الجوله. تكشف المعرض معلمنا وتبع رئيسنا طول العمر وانت طالع وانصرف ويفاديه. انا عندي 63 سنه. ربنا يديك الصحه. عايزه تركيب عيني وفضل 25 مسمار عيني ما خدتش ولا عربيه طبعا مع وكيل وعليا تفضل من البشر العلاج وعليا ايجار خاطر زي ما ايجار للشقه يا ريتك تخلص لي ايجار لان دي مش باسم الشقه انا شارياها من ابويا السيد ده العنوان بتاعي في الشقه. ايه تاني؟ وسلامتك انت حبيبنا ومالناش الا انت وطول عمري ان انا نفسي اشوفك وانا استعدت فيه الله يرضيك الله يبارك الله يكفيك شر المرض. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزك تخلص لي ايجار الشقه كل اللي انت عايزاه وعايزك تعمل لي عيني وجيب لي حرامية ومش بقدر امشي اصور معاك بقى شر المرض. ما احنا مصورين اهو صورنا. السلام عليكم. تفتكر لو الريس خد العربيه ومشي في كل شوارع القاهره والاحياء الشعبيه اعتقد الملايين هيقابلوه ويقدموا له طلبات كتيره جدا. عايز اقول لحضرتك وانت بتتفرج عليا دلوقتي وبتشوف هذا الفيديو ممكن يجي سؤال في بالك،
يقول هو انا لو انا ساكن في اسوان هو انا محتاج انتظر الجمعه الجايه لما الرئيس يمشي في شرق القاهره مثلا واقعد انتظر واتحايل على الموكب عشان اقابله؟ الاجابه لا. طب الست دي كان لازم تنتظر؟ الاجابه لا. هل انا انتظر لحظه قدريه بهذا الشكل؟ الاجابه لا. ليه؟ لان انا من حقي كمواطن ان انا اتعالج. المفارقه يا اخي ان انا اذكر ان الدكتور احمد الانصاري اللي هو حاليا محافظ الفيوم وكان رئيس مرفق الاسعاف مسك اللجنه اللي الرئيس شكلها وامر بيها لنسف قوائم الانتظار، عارف؟ الكل يتعالج. فبقول له طب لو اي مواطن بقى عاوز يتعالج، هل يجيب بقى عضو مجلس شعب وشيوخ ويدور على صحفي يستناه؟ قال لا، عملنا سيستم عشان ما تتكررش قوائم الانتظار ولا ونحفظ للمواطن ادميته وكرامته. يروح لاي مستشفى حكومي او مستشفى جامعي ويسجل اسمه، وفي خلال 48 ساعة بيأتي الرد من غرفة مركزية في وزارة الصحة وهيوجهوه للمكان اللي هيعمل فيه العملية أو الكلام. دي سيدة مواطنة على باب الله يعني ما صدقت إنها قابلت الرئيس. بس أنا عايز أقول له كل مريض أنت لا محتاج تقابل رئيس ولا حاجة، لأن في منظومة عاملاها الحكومة فعلا تروح لأي مستشفى حكومي أو مستشفى جامعي. طيب الست طلبت من الرئيس حل مشكلة الشقة بتاعتها، رئيس الجمهورية مطلع قرار جمهوري بلغ بيه المحافظين اللي المواطن الغلبان اللي عاوز شقة وفروا له الشقة، ولو انتم مش هتقدروا بلغوني وانا هتصرف. انا بقول لكل مواطن محتاج شقة اطلع المحافظ بتاعك قول له انا محتاج شقة، بس تبقى محتاجها فعلا مش هتتاجر فيها يعني. اذا احتاجتها واذا المحافظ ما وفرهاش اتصل بيا هنا وانا فورا هناشد مؤسسة الرئاسة، الراجل ده عايز شقة والست دي عايز شقة بناء على تكليف رئيس الجمهورية للسادة المحافظين. تعالوا نروح لخبر نشرته نيويورك تايمز، خبر يعني اعتبره بقى قنبلة، عارف شغل المخابرات. نيويورك تايمز بتقول لك السي اي اي يعني المخابرات المركزية الامريكية تعلم مصدر كورونا. نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية بتقول لك إن السي آي إيه المخابرات المركزية الأمريكية تعرف مصدر كورونا إيه. مصدر كورونا حاجة من الاتنين، إما إن هو انتقل من أحد المختبرات أو المعامل يعني، أو انتقل من حيوان لإنسان. بايدن الرئيس الأمريكي قال في تصريح سابق إنه فور أن يأتيه أو يتسلم تقرير المخابرات الأمريكية اللي بيوضح فيه التقرير ايه هو مصدر كورونا سوف يعلنه للعالم، الكل مستني ده. طيب هنتأخر كتير؟ الإجابة لا، بس ده شغل أجهزة ولعب بأعصاب، لعب بأعصاب الصين تحديدا يعني. طيب هم دلوقتي قالوا قال ايه بقى؟ عايزين يحسموا، هم خلاص استقروا ان كورونا ينتقلت من حيوان لإنسان او خرجت من احد المعامل والمختبرات. دي ليها نسبه مئويه ودي ليها نسبه مئويه. قال لك هندخل كل الداتا دي في كمبيوتر مركزي ثم سوف نعلن للعالم. ننتظر. طبعا الصين دخلت على الخط وقالت اي تصريح يقول ان فيروس كورونا خرج من مختبرات الصين ده هيبقى تربص بينا. دعونا بقى نرى الدنيا هيبقى فيها ايه. لكن عايز اروح لخبر، انا بقيل قد ايه يا شباب على الفاصل؟ دقيقه يعني هقول لك ايه بقى، هتطلعونا فاصل ولا ايه؟ خلاص خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حوار مهم عندنا، كام حوار النهارده شديد الاهميه عن القدم السكري اللي فناننا الجميل اصيب بيه والفنان الكبير شريف دسوقي وتم بتر قدمه. عايزين نعرف ايه الاسباب وايه الحكايه وكيف يعني ناخد حذرنا منها. وايضا عندنا حوار مهم مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، هنساله كل اسئله المعاشات، بس خلونا نطلع فاصل.
ألمنا جدا وألم مصريين كتير ما تعرض له الفنان الكبير الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ حوالي عامين، عندما تم بتر قدمه لأنه يعاني من مرض السكري، واللي أصاب قدمه به أصبحت قدم القدم السكري. ناس كتيرة مرضى بالسكر في العالم، وأنا مش عايز أقلق كل مريض سكر، ربنا يعافي الجميع. يعني يقدر المصابين في مصر في حدود 10 مليون مصاب بمرض السكر. النهاردة عايزين نسأل أستاذنا أستاذ البطنة الدكتور صلاح الغزالي حرب، عايزين نسأله أسئلة كتيرة. أول حاجة، كيف الوقاية، كيف نقي أنفسنا من عدم الإصابة بمرض السكر، ثم إذا قدر الله وأصيبنا بالسكر كيف نتعامل معه؟ هو بيقولوا زي ما بسمع كده بالبلد، يعني أن السكر صديق للمريض، إذا احترمه، ما احترموش هيديله بقى على دماغه. تعالوا نروح لأستاذ الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ البطنة المعروف ورئيس اللجنة القومية للسكر. مساء الخير دكتور صلاح. مساء النور. أهلا أهلا أستاذ محمد، مبروك عليك طبعا أنك أهلاوي زي وفزت بالكاس، ولا أنت زملكاوي؟ الحمد لله الحمد لله. طيب، كيف نقي أنفسنا من الإصابة بمرض السكر؟ شوف يا أستاذ محمد، القدم السكري واحد من أخطر وأشرس المضاعفات اللي بتحدث لمريض السكر، وفي الحقيقة السبب الوحيد فيها هو الإهمال في علاج السكر ببساطة شديدة. الإهمال؟ عشان نفهم الموضوع، الإهمال طبعا. هشرح لحضرتك بسرعة الأول يعني إيه مرض سكر. مرض السكر يعني المريض في كمية سكر أو جلوكوز ماشية في الشرايين أكتر من الطبيعي. الشرايين بتحتك بالجلوكوز اللي هو السكر، مع مرور السنوات جدار الشرايين بيضيق، اسمه تصلب شرايين أو ضيق في الشرايين، يزداد الإهمال ويزداد مدة السكر ويضيق الشرايين لدرجة أن الشريان قد يقفل، يعني يبقى جلطة، جلطة في شريان القدم، في بتر قدم، في العين عمى، في الكلى فشل كلوي، وهكذا. دي قصة الشرايين. هناك عوامل أخرى للأسف الشديد بتبقى مع مريض السكر بتضيق الشرايين، وأخطرها وأولها التدخين. مريض بيدخن وهو عنده سكر، يبقى فيه حاجتين كبار بيضيقوا الشرايين، الدخان بيضيق الشرايين والجلوكوز أو السكر في الشرايين بيضيق. إذا أنت بتهاجم الشرايين من ناحيتين، أو في ضغط مرتفع ومهمل في علاجه، أو في كوليسترول ودهنون دهون ثلاثية كتيرة بتضيق الشرايين. إذا ففي عدة عوامل غالبا بتجتمع وتضيق الشرايين. فيما يخص القدم، ده لما يحصل شرايين القدم بتضيق، يبقى والقدم الشرايين بتعمل ايه في القدم؟ بتوصل لها الدم، يعني بتوصل للقدم الاكسجين، يعني الحياه. طيب بالاضافه الى كده، الشرايين لما تضيق، الشرايين اللي بتغذي الاعصاب تضيق، الاعصاب بتتلف، وخاصه الاعصاب الطرفيه يعني الايدين والرجلين وبالذات الرجلين، والاعصاب الحسيه بالذات اللي بتتاثر. فتلاقي المريض السكر بعد فتره مش حاسس برجليه، بيحصل بتنميل شديد في رجليه وبالذات بالليل، وحرقان، الم في القدمين. يتطور الامر الى انه يفقد الاحساس بوجود القدمين، ويطلع السرير بالشبشب وشبشب يقع منه، يعني مش حاسس برجليه. هذا المريض وهو ماشي على الارض مش حاسس ان رجليه ماشيه على الارض، ودخل اي مسمار ازاز او اي حاجه وعملت جرح صغير، ما بيهتمش لانه مش حاسس ان في الم. وبعدين الجرح ينتشر، ياخد الجلد ثم العضلات ثم العظم، والاخير يلتفت يعرف ان في حاجه في الرجل قويه. المشكله هنا ان هذا الجرح لن يلتئم بسهوله، لان الدم والاكسجين اللي بيوصل في هذه المنطقه قليل. اذا اجتمعت كارثتان، الكارثه الاولى الدم القليل، والكارثه الثانيه عدم الاحساس. بتكون النتيجه انه هذا الجزء من القدم، سواء صباع او اثنين او قدم كامل او ساق، او احيانا الساق والفخذ للاسف الشديد في بعض الحالات، لابد من بتر هذا العضو لان مفيش اكسجين فيه، العضلات ماتت، وده اللي بنسميه غرغرينا. اذا فهي مشكله بتتراكم على مدى فترات طويله، ما تحصلش في يوم ولا في شهر ولا سنه، بيبقى اهمال شديد. واحنا دايما قلنا مريض السكر من اول يوم يجي له السكر لابد ان يكون العلاج مكثف، مكثف يعني السكر بتاعه يبقى طبيعي او اقرب شيء الى الطبيعي من كل من اول يوم حتى اخر يوم في عمره،
دي أول نصيحة لمريض السكر، محافظة على الشرايين. نمرة 2، الحاجات الثانية اللي بتضايق الشرايين عليها من أول يوم، الضغط أو الكوليسترول أو التدخين، ممنوع التدخين لمريض السكر نهائيا. الحاجة الثالثة بقى حاجات خاصة بالقدم نفسه، إذا كانت القدم أنت مش حاسس بيها يبقى ما تعرضهاش لأجسام تخش فيها، ونلبس دايما شراب، وشراب ما يعملش عرق عشان ما يجيبش برضو فطريات ومشاكل أخرى في القدم، ولما أغسل رجلي أنشفها كويس، والجزمة دايما تبقى واسعة ما تبقاش ضيقة، لأن احنا مش عايزين تداوي الشرايين. دي كلها شوية ملاحظات خاصة سواء بالقدم أو بالأمراض المصاحبة أو بالسكر، إنما الحل الوحيد للأسف هو البتر، ودي من أشد وأشرس المضاعفات لمريض السكر. لكن العلم ما وصلش الحل بديلا عن البتر. لا، ما هو البتر ده مش نتيجة السكر بس، طالما في عضو مات يعني العضلات ما لم تصل إليه، لم يصل إليه الدم والأكسجين. معاك دكتور صلاح. أيوة، طالما العضو لم يصل إليه دم أو أكسجين يبقى العضو مات. أيوة. وعادة بنحاول نلحقه في الأول. جزء من صداع، للأسف صداع، للأسف وبشوفت بقى حالات وصلت إلى حاجات يعني لا يمكن تصورها، بيبقى القدمين والإيدين وحاجات كده. فيعني الموضوع سهل قوي، إن أعالج السكر كويس، أحافظ على سكري، أحترم زي ما أنت قلت وأنا قلت 100 مرة نحترم السكر، ونبتعد عن أي عوامل أخرى تؤدي إلى ضيق الشرايين، وفي نفس الوقت أخد بالي من رعاية القدم بتاعتي. وبعدين لازم أصر إن المريض اللي بيكشف عليا يشف على رجليا. إحنا كشف القدم مهم جدا لأي مريض سكر عشان أعرف الشرايين ضيقة ولا لأ، ويعمل فحص سنوي على شرايين الجسم كلها. دي أبجديات علاج السكر. طيب، هذا فيما يتعلق بمريض السكر. حد بيسمعك دلوقتي يقول لك طب دكتور صلاح أنا مش مريض سكر وعديت الأربعين أو الخمسين، إزاي أكمل حياتي يعني وحافظ على ما يجيليش السكر؟ لا، محافظ على ما يجيليش السكر، في إحنا عندنا حاجة اسمها ما قبل السكر وقلناها 100 مرة، ودي مهمة جدا أهم من السكر. يعني إيه ما قبل السكر؟ إمتى الواحد يعرف إن هو عنده استعداد للسكر؟ اللي إحنا بنسميه حالة ما قبل السكر. إذا كان في حد في الأسرة بالذات الدرجة الأولى أو الثانية عنده سكر، إذا كنت سمين وزن تقيل، إذا كان عنده ضغط مرتفع، إذا كان عندي كوليسترول عالي، إذا كان ست حامل وجالها سكر حمل وراح بعد الحمل، دي كلها عوامل بتقول إن هي عنده استعداد للسكر، بالإضافة إلى المدخن. يعني أنا مدخن وفي عيلتي ناس عندها سكر، أنا عندي ما قبل السكر، أخذ بالي من هذه اللحظة عشان ما يبقاش فيه سكر، ولما يجي السكر أعالجه من اللحظة الأولى. هي الاهتمام فقط يا أستاذ محمد. والله العلاج بسيط لو المريض احترم المرض. يعني اصل مشكلة السكر ملوش اعراض. يعني ناس فاكرة ان السكر يعني يخش الحمام. ايوة. بس معظم الحالات بتكتشف بالصدفة، ويكتشف بعد 5-6 سنين من بداية السكر. عشان كده قلنا يا جماعة الحل التحليل اللي هو الصيام، افطار واكل في المعمل، ولا سكر تراكمي؟ لا 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 لا، مجرد شكل صداع في 5 ثواني في اي وقت. المفروض الانسان الطبيعي لما يكون صايم يعني 8 ساعات على الأقل أو أكثر، بيبقى سكره أقل من 100. ولو كان واكل أي أكلة مهما كان السكر فيها بعد ساعتين المفروض يكون أقل من 140. ده الإنسان الطبيعي. الإنسان المؤكد اللي عنده سكر لو هو صايم بيبقى الصايم ده فوق 126 أو أكثر. ولو كان واكل بيبقى فوق 200. الناس بقى اللي عندها المسافة دي، يعني هو مش 126 ومش تحت ال 100، ده اسمه ما قبل السكر. بعد الاكل ما هوش 40 140 ولا 200، بين الاثنين ده ما قبل السكر. السكر التراكمي، السكر التراكمي معترف فيه قياسه يعني السكر التراكمي ببساطه شديده. احنا قلنا السكر يعني جلوكوز في الدم ماشي في الدم فتره طويله، وفي طول العمر السكر ماشي فيه. الدم بيحتوي على كرات دم حمراء فيها هيموجلوبين، السكر بيلتحق بالهيموجلوبين فده بيسميه الهيموجلوبين السكري. الهيموجلوبين ده موجود في كرات الدم الحمراء ودي عمرها 3 شهور. فلما الاقي نسبه الهيموجلوبين السكري يعني الهيموجلوبين مع السكر نسبه عاليه، يبقى بقاله 3 اشهر، لان كرات الدم الحمراء بتتغير كل 3 اشهر، يبقى في ال3 اشهر الاخيره سكره عالي. دي لوحدها مش كافيه للتشخيص. عالي بقى من كام في علامات التشخيص؟ وبنقول سكر اذا زادت عن 7%. اذا زاد عن 7%. ايوه، يعني 7 يلحق نفسه، 6.5 يلحق نفسه. لا، 6.5 بيبقى داخل على السكر. وبعدين اسهل شيء
وهي شكت الصباع في 5 ثواني. اللي جاله 6.5 و7 في التراكمي يقدر يلحق نفسه ولا كده خلاص؟ اي ما فيش حاجه اسمها خلاص، طالما اكتشف السكر يبدا العلاج من اول يوم، طالما التزم بالعلاج احتمالات السكر مضاعفات السكر بتقل جدا. لا انا قصدي 7 ده يبقى مريض سكر لو تراكمي؟ اه طبعا بيبقى مريض سكر، بس لوحده ما يكفيش، وحتى الصايم لوحده ما يكفيش، وبعد الاكل ما يكفيش. اه لازم يعمل كل التحليلات. لازم تحليلين على الاقل في وقتين مختلفين. التحليلين بينهم فاصل زمني قد ايه؟ ايام. ايام. سبت وخميس يعني. مثلا في اي اوقات. طيب تسلم لي استاذنا الدكتور صلاح الغزالي حرب، استاذ البطنه بطب قصر العيني، رئيس اللجنه القوميه للسكر. يعني انا اعرف ناس يحبوا يشربوا 6 معالق سكر على كوبايه شاي، ومعايا في الاعداد هنا في فريق البرنامج، تقعد تنصحهم تدي لهم معلقه هيقعدوا ينطوا في بطلك. طيب بعيدا عن بقى القدم السكري، قرينا الفتره اللي فاتت كلام عن حاجه اسمها الفطر الاسود، واثار درجه من درجات الرعب والفزع عند الناس. ايه ده؟ ايه الفطر الاسود؟ خاصة ان شقيق الفنان الكبير الراحل سمير غانم قال انه مات بالفطر الاسود. وزارة الصحة بتنفي تماما ان هناك علاقة ما بين الكورونا والفطر الاسود. والنهاردة الاهرام زي ما انتم شايفين اهو، رئيس قطاع الطب الوقائي وزارة الصحة بيقول إصابات حالات محدودة من مرضى الكورونا. الفطر الأسود في تفاصيل كتيرة هعرفها من دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. أهلا بيك دكتور أمجد. أهلا بيك أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. هل أقدر أقول الفطر الأسود ده مرض مناعي مثلا؟ الفطر الأسود، الفطر الأبيض، الكانديدا، الفطر الأصفر، كل هذه الفطريات هي متعايشة في البيئة حوالينا منذ آلاف السنين، موجودة في التراب، موجودة في الأماكن المغلقة، موجودة في الخضروات الغير نظيفة، كلها موجودة ولم تكن لتجرؤ أن تهاجم جسم الإنسان في الظروف العادية. ولكن ما أثير في الفترة الأخيرة أنها أصابت بعض الأشخاص في الهند يأتي إلى أسباب كثيرة جدا. السبب الأول الإفراط بصورة كبيرة جدا في استخدام المضادات الحيوية في الفترة السابقة، كنا في جائحة والناس كلها بتاخد مضادات حيوية مع أي دور برد، اشتباه كورونا، إفراط غير مسبوق في استخدام مضادات حيوية خلال سنة. استخدام مفرط للأدوية المحتوية على الكورتيزون والمثبطات المناعية لمرضى الكوفيد. مع مريض كوفيد هو مصاب بالكوفيد وبيستخدم مثبطات مناعية ومضادات حيوية وهو في الأصل مثلا مريض سكر. أو مريض HIV مرض مناعة مكتسبة، نقص المناعة المكتسبة، أو مريض ضعف مناعة، يجب أن تتوفر عدة عوامل الشخص كي يهاجم هذا الفطر. ياخد مضادات حيوية كتير، ياخد كورتيزون بصورة مفرطة بدون إشراف طبي، وأن يكون مريض ضعيف مناعيا، كان يكون مريض سكر مثلا أو مريض HIV أو مريض ضعف مناعة. إذا توفرت هذه العوامل يستطيع في هذا الحين هذا الفطر وهو غير معدي تماما وموجود حوالينا ونتعرض له على طول، في هذه الفرصة يكون هذا الفطر انتهازي، ينتهز الفرصة ليهاجم شخص ضعيف مناعيا فقط لا غير. إذا هاجمه في هذه الفرصة يستطيع أن يحدث مشاكل صحية، ولكن في الظروف العادية هذا الفطر ضعيف جدا جدا. علاجه بإيه بقى دكتور أمجد؟ طيب علاجه مضادات الفطريات العادية، ولكنه حتى الآن لم يظهر أي حالة بصورة رسمية. الهند البيئة تساعد، عوامل النظافة تساعد، الهنود يحتفلون في التراب باحتفالاتهم في النهر الأعظم بصورة مفرطة جدا، البيئة وانتشاره أكثر في الهند ووجوده في الهند، الهند في درجة وبائية اقتصاديا وصحيا بتنهار باستخدام بوجود فيروس كورونا بصورة مفرطة وحالات وفيات شديدة وإفراط مفرط، كل هذه العوامل ساعدت على ظهوره في الهند. اما حتى الان في مصر فلم يسجل اي حاله، ولكن احنا بننوه ان احنا بنحذر انه ايه، ان هذه هي العوامل التي تساعد على مهاجمته، وهو غير معدي على الاطلاق وكلنا بنتعرض له، ولكن لا يجرؤ ان يهاجم اجسادنا الا في الظروف اللي احنا قلنا عليها.
عشان كده بقول للناس مفيش داعي إفراط للمضادات الحيويه ولا الكورتيزون، واذا شعرتوا باي اصابه لكن عفوا هو المضاد الحيوي او الكورتيزون انا باخده تحت اشراف طبي. ما هو للاسف في فتره جائحه كورونا للاسف هناك بروتوكولات وهميه على مواقع التواصل الاجتماعي، اي شخص مصاب بكورونا يتم اعطاء الكورتيزون، الكورتيزون لا يؤخذ الا لحالات نادره جدا تحت اشراف طبي وفي توقيتات محدده بعد الاصابه عند الاشخاص الذين لديهم عاصفه مناعيه وبجرعات محدده، ولكن نفاجئ وهذه عينات كثير نشاهدها ان هو بيشوف شتات وادويه بدون وصف طبي تحتوي على الكورتيزون لان الشخص ده مجرد اشتباهه بفيروس كورونا، وهذا شائع جدا جدا جدا. لا اقصد ما يصفه الاطباء، اكيد اللي بيصفه طبيب بيحدد جرعته والمرحله اللي بيتاخد فيها وامتى يوقف، ولاشخاص معينين غير مصابين بامراض معينه مثل السكر محتاج هذا الفطر المهاجم لجسم الانسان لعده عوامل مش عامل واحد عشان يهاجمك، بدليل ان هو كان موجود من زمان كانش يجرؤ ان يهاجمنا. الفتره دي اثير بعد الكوفيد ما يحدثه من ضعف المناعه ومن بروتوكولات العلاج التي يتم استخدامها بدون اشراف طبي لشخص هو في الاساس ضعيف مناعي. قرات ان الفطر ده ما بينتقلش من انسان الى انسان، يعني بالفعل هو فطر غير معدي على الاطلاق، ولكن ينتقل لشخص انتهازي، ينتهز فرصه لهذا الشخص فقط لا غير اذا نقصت مناعته. اذا نقصت بعوامل زي ما احنا قلناها، هو ضعيف مناعيا وياخذ كورتيزون وياخذ مضاد ومصاب بعد اصابته بالكوفيد، ينهار جهازه المناعي في فتره الاصابه ويستطيع الفطر في هذه المرحله بالذات اختراق جسد هذا الشخص. النصيحه الذهبيه لينا للوقايه من هذا الفطر اللعين. اولا النظافه الشخصيه، البعد عن الأتربة، البعد عن الخضروات الغير ناضجه الغير نظيفه، هذا هو النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه عدم استخدام مفرط المضادات الحيويه، لان احنا شايفين الفتره اللي فاتت اي شخص يحدث باي اعراض بسيطه يتم وصف مضاد حيوي له، وصف كورتيزون له، عدم الافراط في استخدام المضادات الحيويه وعلاج الكورتيزون بالاضافه الى النظافه الشخصيه، تظبيط السكر لمرضى الامراض المزمنه اللي هم سكرهم عالي، يجب ان يكون سكرنا تحت السيطره، نظامنا الغذائي المناعي يجب ان يكون جيد جدا، اساليبنا نظافتنا حياتنا اكيد احنا اتغيرنا كتير بعد كورونا، نبعد عن التراب، تهويه الشقه جيدا، البعد عن الاغذيه الغير محفوظه جيدا التي تحتوي على الاتربه، الخضروات، الفاكهه الغير ناضجه الغير مغسوله جيدا مع جهاز مناعي متوازن، وعدم الافراط في استخدام الادويه والمضادات الحيويه. اشكرك دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه. تعالوا نروح لعدد من الأخبار اللي تتعلق بالكورونا، لأن احنا ما نقدرش، كورونا عايشة معانا فترة يعني، لكن من الأخبار المبشرة إن في غضون أسابيع قليلة هيبقى في لقاح جديد يستعد لدخول معركة كورونا. اللقاح أعلنت عنه شركتين، إحداهما بريطانية والأخرى فرنسية. قريبا ده لقاح جديد غير اللقاحات الموجودة، لكن الـ FDA الأمريكية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المعروفة، تمنح تصريح لثلاث أدوية لعلاج أعراض كورونا، علاج العرض. بيقول لك أنت أصبت بالفيروس لا قدر الله، بس أنت لا اتطعمت ولا حاجة، بس عايزين نلحقك ما تروحش المستشفى. يبقى الدواء ده خلاص ثلاث أدوية، الـ FDA منظمة الأغذية والدواء الأمريكية سمحت بطرح الثلاث أدوية دي للتخفيف من أعراض كورونا الحد. أعتقد الدواء يعني خلاص بقى في عرف العالم، هينزل على الإنترنت، الملكية الفكرية هتتلغي، لأن أمريكا لغت ملكية فكرية قبل كده للقاحات اللي اكتشفتها الشركات الأمريكية. الأدوية دي في الغالب هتطرح قريبا في بلادنا. الصحة العالمية بتنفي تماما أنه تم رصد السلالة الهندية لكورونا في مصر، يعني وقالت أن السلالة الهندية وصلت دولتين هما المغرب والبحرين. يبقى منظمة الصحة العالمية على لسان ممثلة المنظمة في مصر الدكتورة نعيمة القصير قالت أنه لم يتم حتى الآن رصد السلالة الهندية في مصر ولم تسجل أي حالة إصابة بها. ده برضو نبقى عارفين ومطمنين يعني، بس بتفاجأ أن ألمانيا قررت أنها تدي اللقاح والتطعيم للأطفال بداية من سن 12. كان الكلام كله بيتقال ان الاطفال تحت سن 18 ما لهمش تطعيم لان الاطفال لا يصابوا بالفيروس.
ألمانيا بتفاجئ العالم وبتعلن إنها هتطعم أطفالها اللي من عند سن 12 سنة. ده مؤتمر صحفي كبير وأعلنت فيه إنها وفرت 6.5 مليون لقاح للتطعيم. عايز أنوه إن بعد الفاصل هيشرفني اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وحوار عن المعاشات بكل أسئلتها وتفاصيلها. بس تعالوا نروح لجيبوتي لأن مصر أرسلت مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتي بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية. نشوف هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي. من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات. شخص عاطل في الأسكندرية عنده 57 سنة، عاطل يعني ما معوش فلوس، تفتق ذهنه يجيب فلوس منين؟ قال لك يا شغلانة أو أنا لو اشتغلت أعمل كام يعني؟ باكل 2 3 4 5 أنا أجيب على طول برينتر، طب برينتر طباعة صغيرة أو طبعة، وأجيب لي سكانر ونحط في الفلوس ونشتغل على طول، واشترى فرخ ورق ومقص وهيئ الليلة في الشقة بتاعته وابتدى يشتغل بنفسه أول بأول. ربما كان عنده سابق خبرة في التعامل مع هذه الأجهزة، لابتوب وسكانر، وظبط الليلة واشترى الورق ومقص واشتغل طبعا بقى جزء كده وماشي في دايرة أحد الأقسام قسم المنشية. اتعكش عسكري، عكش ودخله الضابط، قلبه فتشه، وانت عارف يعني البهوات في الأقسام بيتوصوا شوية، فالراجل جاب من الآخر يعني دي فلوس مزورة. طلعوا على البيت لقوا بقى الايه المطبعة، حد يحل مشكلته في قرشين، زور فلوس هيلبس له قضية تزوير ياخد فيها بقى كام سنة في السجن. لكن طالما جبنا سيرة الداخلية نتكلم أيضا عن الداخلية. داخلية توجه قوافل إنسانية للمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهت قافلة كبيرة إلى الدقهلية والفيوم والمنيا. هنشوف هذا التقرير عن هذه المبادرة وبعده هنطلع فاصل ونستقبل ضيفنا اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تجهيزات متواصلة تقوم بها وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان التابعة للوزارة من أجل إعداد عبوات بها سلع غذائية لإهدائها للمواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا والقرى والنجوع النائية.
تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، انطلقت القوافل المحملة بالمساعدات والمصاحب لها قوافل طبية، والتي تضم تخصصات متعددة إلى الأماكن المستهدفة بالمحافظات، بخاصة المناطق الأكثر احتياجا فيها، للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من قاطني تلك المناطق، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات، واتساقا مع توجه الدولة نحو رفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم. القوافل الطبية باشرت عملها من خلال قيام أطبائها بالكشف على المواطنين من المترددين عليها، حيث تعد تلك القوافل فرصة للمواطنين لتوفير رعاية طبية لائقة لهم، حيث اعتادوا على انتظارها بصفة خاصة ليتسنى لهم الاطمئنان على حالتهم الصحية مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. والله أنا لسه صرف العلاج بتاعي، وبنستنى أي كفيلة بتجينا بنكشف علينا وبتدينا علاجنا، وبنستنى أي كفيلة بتبعتها لنا الوزارة هنا، ومبسوطين قوي بالكفيلة اللي بتجينا، جات لنا قبل كده بتاع عيون رمد عظام على طول بصفة مستمرة بتيجي، وعلاج ومية مية 24 قرار. احنا بنستنى الكفيلة دي كل ما بتيجي بنيجي نكشف، بناخد علاج، بناخد كل حاجة كويسة، وبيقابلونا مقابلات كويسة وناس محترمة، ربنا يخليهم لينا يا رب، ويخلي الشرطة يا رب. كشفت حضرتك حساسية وكشفت نظر حضرتك، وادوني العلاج مشكورين يعني. شكرا لسيادة الرئيس ان هو على طول بيفتكرنا بدعمه لينا، والحمد لله رب العالمين، كتر خيركم يا رب وما تحرمش منكم. تلك القوافل الطبية والإنسانية والمستمرة على مدار العام في إطار مبادرة كلنا واحد، إنما تعكس مدى الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية ليس للفئات الأكثر احتياجا فقط، وإنما لكل فئات المجتمع المصري، بهدف دعمهم ومساندتهم في ظل حرص القيادة السياسية على رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. من حوالي شهرين أجريت مداخلة مع ضيفي العزيز اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. المداخلة كان مفروض مساحتها الزمنية لا تتجاوز 7 دقائق، فجأة بقت 32 دقيقة بعد تواصل حضراتكم معايا على الهواء على الفيسبوك والواتساب بتاعي. يوميها كان في أسئلة كتير ما قدرناش نجمعها، ثم بعد ذلك حضراتكم تواصلتوا معايا سواء على صفحة القناة أو صفحة الشخصية، وطلبتم أن الضيف العزيز يعيد اللقاء تاني بس يبقى في الاستوديو. أنا مش هضيع وقت في المقدمة وهذهب مباشرة للواء جمال عوض وحديث عن المعاشات والتأمينات، وأنا جايب والله كل أسئلتكم. مساء الفل. مساء الخير يا فندم. بشكرك أولا إن حضرتك شرفتنا. في أي وقت تحت أمر حضرتك. طيب في البداية نعمل إطلالة كده بسيطة على فكرة المعاشات والتأمينات. والسؤال الأزلي لكل مواطن يقابلك خرج على المعاش يقول لك أنا خدمت البلد 36 سنة وبتدوني 1000 جنيه، وبيلقي بالتهمة أو إنجاز التعبير التهمة أو العب ان انتوا السبب كهيئة معاشات وما بتدلوش معاش كبير يعني. تمام. مساء الخير الاول عليك استاذ محمد وعلى مشاهدينك الكرام. لو اتكلمنا طبعا دي مشكلة كبيرة، موضوع تدني قيم المعاشات، والحقيقة سبب التدني ده يعود لسببين رئيسيين. السبب الاولاني التشريعات القائمة وعدم متابعة تعديلها بما يتوافق مع الأحداث اللي حاصلة في المجتمع. يعني النظام بدأ سنة 75، فلما نحط نقول مثلا حضرتك تيجي تشترك معايا في النظام أقل أجر تخش بيه مثلا 20 جنيه وأقصى أجر 100 جنيه، وما تابعش اللي حصل في المجتمع وتطور المرتبات وكذا، طفرة الأجور اللي حصل فتفضل حضرتك مرتبك عمال يزيد بس انت مشترك عندي في التأمينات
على القيمة دي على 100 جنيه، طب مرتبك بقى 200 بقى 300، أنا ماليش دعوة، أنا واخد ال 100 جنيه دي هي دي الأجر اللي أنت دفعت وسددت عنه اشتراكات، وهو ده الأجر اللي هحسب عليه المعاش. ده سبب جوهري في القصة بتاعت ليه المعاشات متدنية. لذلك من ضمن وسائل الإصلاح لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، وده حصل الحقيقة بداية من 2018 بدراسات اكتوارية وكان ليا شرف ان انا اشترك فيها، ان ازاي نصلح منظومة المعاشات دي. فبدأنا نحط تصور، من اول النقط كانت انا أأمن على اقل اجر بكام واعلى اجر بكام. لك ان تتخيل فندم مثلا ان في 2005 اعتقد او 2006 كان ممكن واحد يشغل بروجرامر عنده، بروجرامر بتاع حاسب، ويقول لي مرتبه 140 جنيه عشان ما يدفعش عليه تأمينات. ودي نقطة مهمة جدا لازم نلفت نظر الناس ليها، ان التأمينات مش ضرائب، ما هياش ضرائب، مش رسوم، انت مش بتدفع رسوم، انت بتحوش من دخلك وتدي للتأمينات عشان لما تتحقق وقعة استحقاق المعاش الأساسية اللي قايم عليها النظام، اللي هي ايه بقى وقعة استحقاق المعاش؟ انه بلغ سن التقاعد خلاص، الراجل ده مش هيشتغل تاني، فتتدخل منظومة التأمين الاجتماعي وتديله معاش بديل للأجر اللي انقطع عنه، أو لو عجز عن الكسب، أصيب بمرض أو إصابة عمل، يتدخل النظام ويديله المعاش بديل عن الأجر، أو تحصل الوفاة، مين هيعول أسرته؟ النظام التأمينات هو اللي هيعول أسرته. فمشاركة الناس في هذا النظام مشاركة مهمة جدا. أنا اللي بيشترك عند التأمينات 3 شهور متصلة، لو واحد دخل منظومة التأمينات لمدة 3 شهور وحصلت وفاة تعملوا معاه ايه؟ بنديله معاش 65% من الأجر اللي كان مأمن على نفسه بيه. طب هو مأمن على نفسه ب 1000 جنيه ياخد 650، بس عندي حد أدنى للمعاش في الدولة 900 جنيه، أرفع له ل 650 ل 900. ده دفع اشتراكات 3 شهور بس. يعني ما يجوش 500 جنيه. فأهمية المشاركة في النظام، الناس ماشية بمبدأ احييني النهاردة وموتني بكرة يعني. فاحنا عايزين في التأمينات نوصل رسالة للناس، نقول لا، هو مش بالضرورة انك تعيش النهاردة او احييني النهاردة وموتني بكرة. طيب لا، ده انت ممكن تعيش النهاردة وممكن تعيش احسن بكرة. هيرد على حضرتك، اولا احنا تقريبا 25% 20% من اجمالي عاملين في الدولة بيعملوا في الحكومة. ايوه فندم. و 80% تقريبا قطاع خاص. ايوه. القطاع الخاص ما بيحبش يزود الاجر التأميني، ليه؟ لانه هيدفع حصه اكتر زياده. ازاي العامل انت توجد له مخرج؟ يعني صاحب العمل هو مشغلني ب 5000، يبعت لي المعاشات ده انا مشغله ب 500 اجر تأمين. ايوه. فانا نفسي كعامل لا ادفع اكتر. بس صاحب هو اللي بيملك شيء. لا املك. هل انت تقدر تفتح لي مساحة ان انا اجيلك بالاضافة لصعب اجيلك انا وازود اجري؟ كويس قوي، سؤال مهم قوي قوي. طيب ما نقوم بشغلنا احنا الاول بقى. التأمينات لو قامت بشغلها كما ينبغي وعملت نوع من انواع الربط الآلي بين قواعد البيانات المختلفة، الراجل صاحب العمل ده مش راح طلع سجل تجاري صحيح وعمل بطاقه ضريبيه صح وبيحاسب الضرايب كل سنه، طب ينفع يروح للتامينات يقول انا مشغل 5 عمال وهو بيكسب 5 مليون؟ انا مشغل 5 عمال وبدل الواحد 1000 جنيه، ويروح للضرايب يقول انا مشغل 20 بدل الواحد 5000 جنيه؟ انت كده حضرتك بتتكلم على سيستم مركزي للدولة. انتوا اللي تعملوه حضراتكم. بالظبط، انا مش عايز المواطن يتحمل عناء اثبات دخله يقع على عاتق الدولة اللي قدمت ليها داتا من صاحب العمل نفسه.
بيروح هنا ويقول انا بشغل كذا، ويروح هنا يقول انا كسبت كذا، ويروح هنا يقول كذا. لو انا ربطت قواعد بيانات الجهات دي مع بعض اقدر ابص واشوف، وفي الحالة دي تقدر تكتشف المخالفة وتقدر تطلع الأجور الحقيقية اللي تأمن بيها على الناس، وتنتهي مشكلة تدني قيم المعاشات. تتعمل ازاي وامتى وفين؟ انت بتقول الكلام رائع، وانا كعامل في مطبعة في ورشة بقول شابوه. بس هل هتقدر حضرتك تقدم تصور ده للحكومة بحيث هي تعمل الربط ده وتفيدك؟ بالفعل احنا بادئين فيه من شهور. بدأنا بالفعل فيه من شهور، وفي تنسيق وفي لجنة كبيرة وتحويل. هو احنا لما بنقول مصر الرقمية، وهي مصر الرقمية معناها ايه؟ هو ايه التحول الرقمي ده؟ يعني ايه تحول رقمي؟ تحول رقمي يعني الدولة تمتلك الداتا بتاعت المواطنين. أجهزة الدولة مختلفة تقدر تبص على الداتا دي وتاخد قرارات بناء عليها. فمن ضمن الجهات المشاركة في الرقمنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وده اللي احنا حاطين له خطة زمنية ماشيين بيها، وان شاء الله نأمل ان في خلال سنتين ننتهي من رقمنة اعمال الهيئة. رقمنة يعني مش هاخد ورق تاني من المواطن. حضرتك هتجيلي في التأمينات او بنت، اديني الرقم القومي بس، بنت طلقت او ترملت وجايه للتامينات تقول انا طلقت، احنا بنقول لها ايه؟ روحي هاتي قسيمه الجواز، وهاتي قسيمه الطلاق، وهاتي مش عارف ايه، وهاتي ايه، ونطلب منها مجموعه اوراق قد كده. تروح السجل المدني، وتروح رياسه الحي يختموا لها شهاده مش عارف بايه، ويجيبوا ايه. كل الكلام ده هيبطل مع الرقمان. بالرقم القومي حضرتك هتدخل تلاقي قسمت الزواج، اخش على الاحوال المدنيه يقول لي دي طلقت في كذا، اخش على النظام عندي في التامينات يقول لا دي مش مؤمن عليها ما بتشتغلش، اخش على قاعده بيانات كذا اطلع منها البيان اللي انا عايزه. يبقى يكفيني في الحاله دي ان المواطن يقول انا عايز معاش ودهولي على جهه الصرف دي، لان انا ما اعرفش رقم حسابه فين. بمناسبه الصرف سياده اللواء، اي فندم، ليه القصه الشهيره بتاعت يوم 10 في مكاتب البريد والناس واقفه وزمن الكورونا والكلام ده؟ مفيش طريقه او وسيله؟ مفيش صرف على مدار الشهر؟ يعني هل فكرتم؟ احنا بنقسم شرايح المعاشات على مجموعه ايام. توقيت صرف المعاش يوم 1 في الشهر. خلاص يوم 10 ده بطلناه، وبقينا نصرف المعاش من يوم 1 في الشهر. فيعني المعاش كده يعتبر بيصرف مقدما، يعني معاش شهر 6 هيصرف يوم 1/6، بخلاف المرتب، بخلاف الاجر. الاجر المرتب بتشتغل الشهر وبعدين تاخد المرتب، انما المعاش مقدم فبيصرف يوم 1. طيب يوم 1 ده الهيئة بتتيح صرف جميع المعاشات على مكان الاي تي ام اللي موجود في كل حته في مصر، حوالي 13 او 14 الف مكنه اي تي ام بتاعه البنوك. كلها هو يدخل البطاقه بتاعته والرقم. يا سيدي ما تروحش هنا ولا تروح هنا، اي مكنه حط الكارت بتاعك فيه. طيب كانت المشكله اللي مقابلنا ايه بقى؟ ان في كروت كانت عاملاها الهيئه في 2006 2007 مش ماشيه مع الاي تي ام، مش ماشيه مع كل مكان الاي تي ام. الحل اني استبدل الكارت اللي موجود مع الراجل، كارت الهيئه اللي موجود مع الراجل، بكارت ميزه. طيب ايه اللي هيعمله كارت ميزه في الحاله دي؟ في الحاله دي اصبح صاحب المعاش عنده الكارت ده، يقدر يسحب الفلوس بتاعته نقدا من اي ماكينه صرف اي تي ام، يقدر يسدد فاتورة الكهرباء، كل مدفوعاته الحكومية يقدر يسددها من خلال كارت ميزة، يقدر يخش سوبر ماركت كبير بدل ما يطلع فلوس كاش، لا بكارت ميزة هيقدر يدفع الفلوس بتاعته. ودي خطة اسمها خطة الشمول المالي. كان عندنا حوالي 6 مليون مواطن عندهم الكروت القديمة اللي بقول لحضرتك عليها دي. نجحنا خلال الفترة اللي فاتت في 10 شهور ان احنا حولنا 3.6 مليون واحد فيهم
لكروت ميزه. طب كويس، الباقي مش كتير، الباقي حوالي 40% تقريبا، حوالي 2.8 مليون. ال 2.8 مليون دول عاملين لهم خطه بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ومبادره بيدعمها البنك المركزي، ان نشوف اسهل طريقه نحول الكروت بتاعتهم، وبحيث ان الخطه دي تنتهي في خلال 6 شهور. اللي اخرنا في الخطه المره الاولانيه، لان انا كنت مستهدف ان احنا نحول ننتهي من عمليه التحويل في حوالي 8 شهور. الظروف جائحه كورونا متوقع منعتنا ان احنا نمشي بسرعه في المجال ده. طيب عفوا يا استاذ محمد، في نقطة مهمة جدا عايز اقولها، ويعني يسعدني من خلال برنامج حضرتك ان انا اعلن عن الخدمة دي. دي خدمة جديدة لسه شغالين في الرتوش النهائية بتاعتها، وان شاء الله يعني اتوقع خلال 10 ايام هتطلق للجمهور. اتفضل اعلن. اللي هي تحويل المعاش على المحافظ الالكترونية. ايه المحفظة الالكترونية؟ اي حد عنده تليفون محمول من خلال شركة الاتصالات اللي هو متعاقد معاها، الاربع شركات اللي موجودين في مصر بيفتحوا حاجة اسمها محافظ الكترونية دلوقتي. فبجواب من شركة الاتصالات انا هحول المعاش على المحفظة الالكترونية دي، بحيث يقدر يدفع مدفوعاته الحكومية والغير حكومية من تليفونه المحمول وهو قاعد، واذا احتاج لنقدية كاش بنتفق دلوقتي مع فوري ومع ممكن اللي هي ومع البنوك من خلال مكان الاي تي ام، انه يقدر يسحب من معاشه من مكان الاي تي ام او من اي حد بتاع فوري او باقي الشركات اللي شغاله في المجال، يقدر يسحب الكاش بتاعه. والرسوم دي بقى الجديد، يعني طبعا اي عمليه زي دي بتاعه تسهيل، وفي شركات من قطاع خاص داخله وكلام زي كده، فمحتاجه رسوم. صحيح. الرسوم دي مع الشركات المحمول، انا يعني ان شاء الله عندنا اجتماع معاهم الاسبوع القادم، ان الرسم اللي هيتخصم في العمليه دي يحول الى دقائق مجانيه على تليفون المواطن. يعني خصمت مني جنيه في العملية دي، هتديني بيه مثلا 20 مكالمات. بالظبط كده، مكالمات. فده ده كلام حلو، دي حاجة جديدة وأول مرة تستخدم في مصر بعد 10 أيام إن شاء الله هنعلن عنها، بس احنا في المراحل النهائية فيها، خلاص وصلنا لاتفاقات مع كل الناس. طيب يبقى لواء جمال عوض بيقول لك هيبقى متاح، طبعا مش كل أهالينا ليهم تعامل مع التكنولوجيا قوي، لكن هيبقى متاح لحضرتك طالما بتتقاضى معاش على الموبايل، هيبقى لك محفظة إلكترونية هيتحول عليها الرصيد بتاعك. عادة انت عندك فاتورة كهرباء، مية، غاز، الكلام تقدر تدفعها من التليفون. من التليفون. طيب انت عايز كاش، تقدر تروح اي حد عنده مكنة فوري او كده وتطلب كاش، او تروح البنك. طيب جرت العادة ان هيئة المعاشات عندها سيستم عايزة تتأكد ان متلقي المعاش ده عايش ولا ميت، فبتروح قطع عليه المعاش وتقول له تعالى لي كده اطلع للدور الخامس وانت عندك 80 سنه ولا 90 سنه واثبت لي انك حي. ايه الصيغه الجديده واحنا بنحدث منظومه المعاشات نعملها؟ اضمن لك حقك كهيئه ان ما حدش بياخد المعاش وهو غير مستحق، وان الراجل المسن ده ما يطلعش فوق. تمام. يعني حضرتك واصل لعظم المجتمع زي ما بيقولوا، وبتقول المشاكل، وانا بحيي حضرتك على الاسئله المهمه قوي دي. يعني المواطن احنا ما بنوقفش المعاش بتاعه، هو العمل كان ماشي ازاي في الهيئه؟ هو معاه كارت، فالكارت ده ممكن يديه لابنه، يديه لحفيده. صحيح. يقول له روح يا ابني هات لي المعاش. صحيح. ممكن ده اللي بيحصل بالمو. وده اللي بيحصل، ممكن لا قدر الله تحصل الوفاة والابن اللي معاه الكارت ده ما يستمر في صرف، هنقول ما يبلغ، نسي يبلغكم، نسي يبلغ وبيستمر في الصرف. نعم. فالنظام العمل القديم كان يقول ايه؟ انا هصرف 6 شهور مش هسأل،
بس الشهر السادس حضرتك او خمس شهور خمس شهور الشهر السادس لازم صاحب المعاش يجي بنفسه يصرف معاشه من منفذ الصرف اللي في التأمينات عشان يتأكد انه عايش. طبعا مع الرقمنة القصة دي خلصت. هتعملها هتحلها ازاي؟ اعمل لك خلص. ايه؟ آه مش هطلب منك اي حاجة. انت بتدخل فبتعرف انا مت ولا لا بشهادة الوفاة صح كده؟ مع الرقمنة يعني لسه شوية. والله يعني نقدر نقول دي من اسرع الخطوات اللي ممكن تتحقق لان بالفعل يعني هتتحل بالظبط بالفعل احنا رابطين دلوقتي مع وزارة الصحة اللي بتطلع شهادات الوفاة. حلو قوي. وبيجي يعني بنطلب ملف مين اللي توفوا في جمهورية مصر العربية امبارح صح فيقول لي دول ارقامهم القوميه ايه رقمه هو خلاص بتسقط انت تعمل ديليت بمجرد معاي. ما بيجي رقم قومي بتاع حد بيصرف من الهيئه بوقف معاشه فممكن الاليه اللي حضرتك القديمه دي هيتم الاستغناء عنها في اقرب وقت ممكن. طيب امراه طلقت وبتاخد معاش عن ابوها تمام بس هي شابه عايزه تتجوز اتجوزت بمجرد زواجها هيتقطع المعاش تمام وهي متجوزه واحد على باب الله يشتغل يوم او 10 ليالي فراحت متجوزاه عرفي ايوه دي كده مخالفه قانونيه تستوجب العقاب اذا ضبطت طبعا طبعا لان القانون قال ان شروط استحقاق البنت عشان تاخد في معاش والدها يشترط الا تكون متزوجه وما قالش الزواج ده بقى زواج رسمي او عرفي او زواج عرفي والحاله اللي حضرتك بتقولها احد يعني حالات كتيره بالمناسبه احد الحاجات اللي بتعمل صرف بدون وجه حق في الهيئه كتير بس انتوا ما بتعرفوش تظبطوها لا بنعرف نظبطها لان دايما لا عرفي يعني انا هقول لحضرتك دايما بيحصل مشكله في العيله اللي بيحصل فيها كده سواء بقى بيحصل طمع من بنتها من حد بيساومها من واحد يقول طب انت خدي كذا وادي لي كذا عشان اسكت يعني مش عايز اقول لحضرتك ان في حالات كتير الزوج بيشتكي لما بيتخانقوا مع بعض هو اللي بيبلغ عنه وهو اللي بيجيب فبتبقى ازمه كبيره عند الست دي لانها لازم تدفع الفلوس تدفع كل اللي فات وايه بفوايده بقى لان انت خدت اموال من عندي اموال اميريه عامه الاموال دي انا كنت بستثمرها عشان احافظ على النظام فانت خدتها بدون وجه حق فالقصه دي يعني انا بهيب بكل اهالينا لو خدوها من الناحيه الشرعيه حتى حرام شرع حرام شرع خلقيا حرام ما ينفعش اخلاقنا ما تسمحش بان انا اكل حرام واكل ولادي حرام الناحية القانونية لا ده فيها كتير فيها انها ترجع الفلوس وممكن تتعمل قضية وممكن تتحبس وممكن في بعض محاكم في الحالات اللي بنحولها القاضي بيحكم برد المبلغ وغرامة مثله وبعدين لما بنيجي نحسب المبلغ يطلع بقى المبلغ ده 60,000 100,000 متجوزة بقى لها فبيسقط في يدها يبقى يعني. الافضل نشتغل في السليم في النور طيب انا اشتغلت 10 سنين كان مؤمن عليا وبعدين سرحت في بلاد الله خلق الله 10 سنين كمان وبعدين رجعت اشتغلت في مصنع تاني بعد 10 سنين وانا كنت في الشارع كده وامن عليا سقطت مني فترة 10 سنين اجي اروح اشتري المدة دي زي ابويا الله يرحمه ما اشترى قالوا لك لا المعاشات وقفت الكلام ده وقفتوها ليه بقى وقفناها لان التكلفه اللي كانت بتدفع ليست القيمه العادله لشراء المد عدلوا القيمه ما حدش هيشترك لو خلاص قلنا القيمه يعني لو قلنا القيمه بدل ما تتهم كهيئه يعني إن احنا انك موقف لي مش عايز لا اشتري قول لي لا هو السعر كذا كويس حضرتك ده السبب الاولاني السبب الثاني الاهم هو مين اللي فتح قصه الشراء معرفش اقول لحضرتك انت جيت في وقت في مصر وعملت نظام تأمين اجتماعي ثقافة لسه جديدة محدش عارف حاجة عن الموضوع ناس اعمارها متفاوتة
وقلت اجباري الناس تخش في التامينات. فيجي واحد كان عنده 56 سنه 57 سنه هيبدا يشترك معايا، ده ليه 3 سنين بس. طب انت بتدي معاش لو اشترك كام سنه؟ بدي معاش 10 سنين. فالقانون كمرحله انتقاليه قال ممكن حد يشتري مده عشان يكمل بيها، يبقى مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه. الكلام ده من امتى؟ من 75. هل معقول النهارده ان اقول للمواطن تهرب من التامينات لغايه ما يبقى سنك 55 سنه وتعالى اشترك اخر 5 سنين وقول لي عايز اشتري 5 سنين عشان اخد بيهم المعاش؟ هل انا بقى هل النظام معمول عشان يقول للناس اتهربوا، ولا الاصل في النظام مادة التأمين الاجتماعي والتوعية الاجتماعية زي ما قالت الدكتورة غادة والي قبل كده؟ قالت دي مادة بتدرس في مدارس الأطفال، ان التأمينات دي حاجة مهمة جدا 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 طبعا. أمان للمستقبل وأمان ليك وأمان لأسرتك ضد كل المخاطر. فهل أشجع الناس على انها تخرج من النظام ولما يحتاج يقول أنا محتاج أشتري؟ طب لو حسبت القيمة العادلة للشراء حد هيشتري؟ انا بقول لحضرتك لا، لان انا عارف الارقام. الحد الادنى للمعاش كام دلوقتي؟ 900 جنيه. البعض من اصحاب المعاشات يقول لك هو ليه حضرتك ما تسونيش بالحد الادنى للاجور 2400 زي ما الرئيس قال. هايل، كويس قوي. والله احنا نتمنى ان الحد الادنى للمعاش يبقى 3000 جنيه نتمنى نعمل ده. ماشي، عايزين موارد. نجيب منين؟ مين اللي بيطالب ان يبقى في حد ادنى للمعاش بالقيمه بتاعت الحد الادنى للاجور اللي هي ال 2400 جنيه؟ انا يمكن جايب لحضرتك جدول يعرضوه يا شباب على الشاشه. لو جبنا جدول شرائح المعاشات. شريحه اتنين. انا جايب لحضرتك، جايب المعاشات اللي من 900 جنيه ل 1000 جنيه. في كام واحد في جمهورية مصر العربية معاشه من 900 جنيه ل 1000 جنيه؟ لو هو معروض على الشاشة دلوقتي. في 56,000 واحد. انا بصرف معاشات ل 10.5 مليون مواطن. ب 8 مليون ملف. في 56,000 بيصرفوا معاش من 900 ل 1000. 56,000 بس. بس. طيب. معاشهم اقل من 1000 جنيه. ايوه. 56,000 بس. طيب مين ال 56,000 دول؟ ناس كانت شغاله في القطاع الحكومي 13,000 واحد. اصحاب اعمال 9,000. عاملين في القطاع الخاص 16,000. اصحاب اجور حكوميه اللي هم عمال المقاولات وعمال النقل البري 18,000، مجموعهم 56,000. متوسط المده اللي اشتركوا فيها في نظام التامينات الاجتماعيه 12 سنه بس. 12 سنه. انت حضرتك بتقول علشان تاخد معاش كامل بتاخد كام؟ 36 سنه. ده اشترك 12 سنه بس، واشترك 12 سنه على اجر متدني للغايه. فطلع معاشه اقل من 1000 جنيه. بالظبط كده. الاجمالي كام اللي بياخدوا معاش اقل من 1000 يا اخوانا؟ 56,000. من اصل كام؟ 10.5 مليون. فرقم لا يذكر. لا يذكر. نسبه وتناسب. الشريحه بقى اللي من 1000 ل 2000 جنيه دي شريحه كبيره، فقسمتها 200 جنيه 200 جنيه. فمن 1000 ل 1200 جنيه. 2010 ولا ايه كام؟ من 1000 تاني شريحه يا فندم. عارف. من 1000 جنيه الى اقل من 1200. 59,000 موظف حكومه. 59,000. بص اصحاب اعمال قد ايه؟ 251,000. ربع مليون يعني. وخاص 181,000. اصحاب اجور حكوميه. اتحكم لهم يعني؟ لا، اللي هم ما لهمش دخل ثابت. فانا بفترض له اجر اشترك له بيه. زي عمال الترحيل مثلا. انت عمال اليوميه اللي بتدفع، انت اللي بتشترك له نيابه عنه. بفترض له مرتب. بدفعه حصته.
والدوله بتدفع حصه صاحب العمل، حصه صاحب كمساعده فهم. كمساعده لي دول كام؟ مليون ونص. مليون ونص عاملين بالخارج 1000، ده اقرب الى معاش تضامني يعني. بالظبط كده يا فندم، الاجمالي 2 مليون و10000 و10000 ماشي. دول مده اشتراكهم 16 سنه. لو مشينا بقى كده هلاقي كل ما بتطول كل ما بتطول المده بتاعت الاشتراك كل ما بيزيد. بص انا هوصل ل 4 مليون ايوه من 1000 ل 2000 بالظبط، يعني 40% بياخدوا معاش من 1000 من 1000 ل 2000 ل 2000. طيب هقول لحضرتك تقريبا إن لم تخن الذاكرة منذ حوالي 10 سنوات كان 5 مليون متقاضي معاش، معاشه أقل من 500 جنيه أنا فاكر، يعني كانت من المعاشات كم سنة أقل فنم؟ من 10 سنين تقريبا، من 10 سنين كانت المعاشات أقل من 300 جنيه أقل من 300 أيوة أقل من 300 آه. طيب خلوني هنا، هنا الجدول ده بيقول لنا إيه يا فندم؟ بيقول لنا اللي اشترك 12 سنة معاشه 900 جنيه طبيعي. اللي اشترك 20 سنة معاشه من 1800 ل 2000، فكل ما زودت مدة اشتراكك كل ما معاشك هيزيد. طيب نقف عند هنا، نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنتكلم عن حاجات كتيرة وانا عارف حضراتكم قاعدين عشانها زي المعاش المبكر، هنتكلم فيه تاني. بجدد التحية لحضراتكم، حوارنا لا زال متواصل مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. في حالات بتشتكي بتقول الزوج توفي وعلى بال أرملته، ما تيجي تصرف معاش بعد وفاته بتاخد إجراءات من 4 ل 5 شهور. إيه إمكانية التسهيل؟ بمعنى إن الأرملة بمجرد شهادة الوفاة اصرفوا لها مبلغ وقولوا لها قطعيه معاكي 3 شهور على بال ما نظبط الدنيا. طيب بمجرد ما بتحصل وفاة الأرملة تتقدم للهيئة، بنصرف حاجة اسمها مصاريف جنازة إجمالي معاش المرحوم في 3 شهور. فلو معاشه 1500 جنيه تصرف 4.5، دي 4.5، وبنقول لها هاتلنا بقى الورق كذا وكذا وكذا. في بطء في أداء الخدمة أنا بقول لحضرتك في وبعتذر عنه لجموع المصريين بس يعني عايز اقول احنا معذورين في ده لسبب. النظام الآلي اللي موجود في الهيئة نظام قديم اتعمل في الثمانينات ولم يطور لوقتنا هذا. تجدد المكنة الحاسب الآلي نفسه يتجدد، بس السيستم نفسه ما بيجددش، بطيء بطيء بمعنى الكلمة يعني. بقى مع الرقمنة والكلام ده اللي احنا شغالين فيه من ساعة ما توليت شرف مسؤولية الهيئة، وكان من ضمن تكلفات السيد رئيس الجمهورية انه قال خلال سنتين يتم عمل نظام جديد للتأمينات. واللي حضرتك قلته فخامة السيد الرئيس قال لي عارف امتى النجاح؟ يوم الراجل يموت المعاش يبقى في حساب الأرملة. المعاش يبقى في حساب الأرملة ساعتها يبقى انت نجحت. قلت له احنا هنعمل على ذلك يعني، وان شاء الله ان شاء الله باستخدام الرقمنة والتقنيات الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين في الهيئة هنوصل للمرحلة دي. طيب عندي أسئلة كتيرة تتعلق بالقانون 148 أيوة. وانا آسف اغلب الرسائل اللي جايه لي بيطالبوك بإلغاء هذا القانون. أول حاجة نشرح للناس اللي ما تعرفش إيه هو قانون 148 وليه بعض المتواصلين معايا بيطالبوا بإلغائه يعني. تمام. قانون 148 ده ثمرة مجهود 4 سنين دراسة كل تفصيلات المعاش وفين الثغرات اللي حاصلة في النظام وإزاي نقفلها وإزاي نعظم موارد الهيئة وإزاي نسترد أموال التأمينات من الخزانة العامة للدولة وإزاي أحسن معاشات الناس على المدى الطويل بحيث أن أنا أقربها ل 80%. دي أهداف القانون. بمعنى اللي هيشترك في هذا القانون وهو لسه صغير أيوة. لو
لما يجي يتم الستين لو كان مرتبه كله على بعضه 10,000، تاني يوم يطلع معاش هيبقى 8,000. مظبوط مظبوط. انا عايز اقول لحضرتك ان الحد الاقصى لاجل الاشتراك، الحد الاقصى لاجل الاشتراك كان في 2013 2300 جنيه 2013. لو مرتبك 10,000 جنيه انت مشترك في التأمينات ب 2300 بس. 148 بقى اللي بيقول اللي الناس بتطالب بإلغائه، رفع الحد الأقصى ده خلاه كام؟ 7,000 جنيه سنة 2020 ومسكتش. 2021 السنة اللي احنا فيها دلوقتي 8,100، السنة اللي بعدها 9,400. عارف حضرتك الحد الأقصى سنة 2025 يعني بعد 4 سنين من النهاردة هيبقى كام؟ بأمن على المواطن بدخل كام؟ 14,500. والرقم مش ثابت في القانون، ودي كانت من مقاسي القوانين السابقة. القوانين السابقة ان كان ممكن تحط رقم في القانون ويتنسي، ويقول حتى بزيادة سنوية 10%. احنا قلنا ايه بقى؟ فين المعيار العادل اللي بين الهيئة وبين المواطن؟ ارفع بأنهي نسبة؟ نسبة الفايدة ولا تضخم 10 ولا؟ فاخترنا ولما درسنا أنظمة التأمينات في العالم لقينا ان العالم معتمد على معدل التضخم. فقلنا الأجور بتاعت الناس متدنية جدا التأمينية، اعمل ايه؟ اول 7 سنين ارفعها واعمل طفر زي ما بقول لحضرتك، وبعد كده فرمل، وبعد كده امشي بمعدل التضخم زي العالم. فاللي بيطالب بالقانون 148 عنده بعض التحفظات عليه، من ضمنها يعني 148 ده يا حضرات اللي رجع اموال التامينات من الخزانه العامه في صوره قسط 167 مليار هتزيد سنويا. 169 ونص، خلينا نقرب 170. 170 مليار خدناه الهيئة خدتهم من الخزانة العامة للدولة في العام المالي 19-20. لا ده احنا نقول بقى الكبيرة ان ده اول قسط. أيوة. القسط هيمتد 50 سنة. أيوة. هقول لك اخر قسط كام بقى، ده رقم ضخم جدا يتجاوز طيب. 170 لان هي زيادة 5% سنوية، احسبها كده 5.9 من 10% هتحسبها تلاقي رقم كبير. هيئة المعاشات نجحت لأول مرة، وللأمانة الفضل في ده على الهواء يرجع لرئيس الجمهورية. صحيح. للأمانة يعني. صحيح. هو اللي وجه وقال لأن كان وقال يعني ده. أغلب الحكومات بتطنش لأنك بتجبر حكومة هي مزنوقة وبتستلف إنها تسدد اللي عليها، هي مش عايزة يعني. بالظبط. فكان لازم إرادة سياسية. العام المالي اللي إحنا فيه 180 مليار. يعني في سنتين اتنين بس، السنة اللي فاتت. طلعنا من 170 ل 180. ل 180. يعني واخدين حوالي 350 مليار جنيه من الخزانه العامه للدوله، وهيستمر القسط لمده 50 سنه. انا بقى مين اللي عمل ده؟ عايز ازنقك على الهوا كده. ما انت جالك 180 مليار اهو. مش مبحبح ايدك ليه؟ ما الناس هيقولوا كده. جميل. ولا انت لا، قول لي ايراداتك كام وبتصرف كام بقى؟ كويس قوي. المفروض العام المالي القادم الهيئه هتصرف 282 مليار جنيه. لكل اصحاب المعاشات. لكل اصحاب المعاشات 282 مليار جنيه. حلو. انت واخد من الحكومه 80 مليار. 180 مليار. يبقى انت باقي لك 100 مليار. 100 مليار. الناس بتشترك بكام؟ الناس بتشترك في حدود 120 مليار. يبقى بقى عندك فائض، وده مش فائض، ده 20 مليار بس. ده ما يكفكش، لان كده اللي بياخده عارف من ايده لبقه هياخد الفلوس من الحكومه على اشتراكاتك ويدفعها لكم تاني. لو مشينا كده السيستم يقع، مش هتمشي السيستم يقع. ده انت لازم يبقى عندك صندوق استثمار في منتهى القوه ياخد الفلوس دي ويعمل منها فلوس كل يوم. بس كل يوم ايه ده انت الفائض 20 مليار بس؟ معلش، بس الفائض السنه اللي جايه هيزيد مع زياده القسط. دي دراسه اكتواريه اشتغلنا فيها، والحقيقة كان البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أمدونا بخبراء اكتواريين ساعدونا في المجال ده جنب الخبراء الاكتواريين المصريين. فاتحط لأول مرة ينظر لنظام التأمينات في مصر في مواردك
وفين إراداتك؟ ده طبيعي. وهتمشي إزاي؟ ده لو حضرتك آخر كل شهر بنقعد نجيب دخلنا وإقساطنا وحاجتنا. هي كانت ماشية الدنيا. الله. بس في نقطة بقى في غاية الأهمية، هو الفلوس اللي احنا بنتكلم عليها دي هي فلوس مين؟ المواطن. أنه مواطن بقى؟ اللي في المعاش ولا اللي لسه في الخدمة؟ الاثنين. فلوس الاثنين، عشان بس في ناس بتتاجر بقضايا أصحاب المعاشات وتاخد الأرقام دي وتقول لهم ما هم وعندهم فايض ما يدينا ما يعمل. لا ده أنا عندي، أنا زي ما حضرتك قلت أنا بصرف على 10 مليون مواطن أو 10.5 مليون. كل في الخدمة بيشتركوا وبتاخد الاشتراك تتسدده. اللي في الخدمة ده كل يوم في واحد منهم بيطلع على المعاش عايز أجيب له معاشه وعايز أجيب له مكافئته. فالفلوس دي مش فلوس أصحاب المعاشات فقط، دي فلوس أصحاب المعاشات وفلوس المؤمن عليهم في الخدمة. طب هتوقف أمام ثلاث حاجات. واحد، القانون 148 سبب رفض الناس فيه عشان قصة المعاش المبكر. كل المطالبات الخاصة ب 148 علشان المعاش المبكر. افتح لهم المعاش المبكر وحط شروطك. يبقى هنبوظ اولا ان المعاش المبكر خلينا بس نفصل بقى المساله. نعم. حلو قوي. انا عندي كم واحد بيصرف معاش مبكر؟ كم واحد من كم ملف من ال 8 مليون ملف؟ احنا قلنا عندنا 8 مليون ملف بيصرف فيهم ناس 10.5 مليون. على اساس في اب متوفي ليه 3 بنات، دي 3 فهم 8 و1 من 10 بالظبط، خلينا نقول 8 مليون ملف. الثمانية مليون ملف المفروض ان النظام ده قايم على انه يأمن ثلاث اخطار رئيسيين، شيخوخة، عجز، وفاة. يبقى المفروض لو فتحنا حاجة اسمها معاش مبكر يبقى تقريبا كده كم واحد في الثمانية مليون، يعني كاستثناء ان انا هصرف المعاش بدري اصرف قد ايه، نسبة قد ايه؟ يعني 800,000 يعني؟ ده بالكتير. بالكتير انا عندي 2 مليون واحد بيصرفوا معاش مبكر. دول اللي انت اسف في الجمله اللي انتوا اتبلتوا بيهم في التسعينات والألفين لما كانت الحكومه بتسرح وتبيع القطاع العام وتحول على المعاشات. طيب خلينا برضو نفصل في المساله دي يا استاذ محمد، واسف اذا كنت هاخد فيها شويه لا 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 معاك، مدلنا الوقت، مدلنا الوقت في منتهى الاهميه. لا اداره القناه مدت الوقت. جميل. الدوله أما لجأت للخصخصة بدأت تشجع موظفين الحكومة عشان يطلعوا معاش. ومين اللي هيشيل القصة دي في الآخر؟ المعاشات، التأمينات. التأمينات ماشي، وبيطلعوا لك واحد عنده كام سنة؟ 40 45 سنة. لسه قدام 40 سنة معاك. الحسابات مبنية في نظام المعاشات إن المعاش يبدأ صرفه عند سن الستين. أنت عملت فيها إيه بقى بالحركة دي؟ خلتني اصرف معاش بدري عما هو مخطط 15 سنة او 10 سنين لو راجل سنه 50 سنة، صح؟ المفروض كنت اصرف المعاش عند الستين، انت بتخليني اصرفه عند الخمسين. ماشي اصرفه عند الخمسين. الخسارة التانية ايه؟ الراجل ده كان هيديلي اشتراكات 10 سنين ما ادهلكش، ما ادهليش. فانت خسرتني من ناحيتين، من ناحية ايراداتي اثرت عليها بالسلب ومصروفاتي زادت. طيب الراجل بقى اللي عنده 50 سنة ده وقدم على معاش مبكر والتأمينات اديت له معاش مبكر، بيعمل ايه؟ لو اشترك تاني في النظام 10 سنين يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ياخد معاش تاني حقه؟ ما هو اي حد بيشترك في النظام 10 سنين ليه الحق في المعاش. يعني انا الناس اللي خرجت معاش مبكر ايوه رجعت اشتغلت في مصنع تاني؟ ايوه. لا للاسف بقى مش في مصنع تاني. يعني مثال؟ لا في نفس المصنع يا فندم. نفس المصنع كمان. مين اللي بيعمل كده؟ الدوله، الحكومه، القطاع العام؟ لا القطاع العام كان عايز يظبط العماله عنده في لسبب ما. مين استفاد بقى من النصوص اللي معموله على القطاع الخاص؟ القطاع الخاص خد العماله دي عنده، بقى يجي على العمال اللي عنده في المصنع عند سن الخمسين سنة ويقول له بص هات طلع استمارة 6 معاش مبكر جالك من التأمينات
900 جنيه. انا بقى هشغلك ب 900. هشغلك بقى بدل ما كنت بديلك 2000 هديلك 1100. يبقى الحكومه هي اللي بتدفع الاجر. يبقى الحكومه هي اللي بتدفع الاجر. وبعدين الراجل ده بقى اما يكمل خدمه 10 سنين ويتم سن ال 60 ياخد معاش تاني. ياخد معاش على ال 10 سنين دول. يتحطوا على المعاش الاولاني. صح؟ نعم. طيب هو نفس الشخص لو استمر في الخدمة لسن الستين هل معاشه هيساوي المعاشين؟ بمعنى انا عندي 50 سنة اهو قدمت معاش مبكر خدت معاش 900 جنيه واشتركت في النظام بعد 10 سنين بقى عندي معاش تاني والمعاش الاولاني بيزيد كل سنة بالزيادات فاللي باخده في جيبي 2500 جنيه. وده مثال حقيقي واجيب لك المصانع اللي عملت كده. ليس لكم سلطان دخل عليها. بقى الراجل ده دخل في جيبه كام؟ 2500. انا لو ما عملتش الحركة دي واستمريت في النظام طبيعي لغاية سن الستين. لا هيبقى عندك ايرادات اكتر ومصروفات اقل. هاخد معاش قد ايه اللي هيخش جيبي انا كمواطن؟ 1800 جنيه. اكتر طبعا لانك اشتركت. ماشي. بس المجموع اللي انا هاخده لو كملت اشتراك لسن الستين 1800. لو عملت القصة بتاعت المعاش المبكر واشتركت تاني هيخش لي 2500. يبقى كل الناس هتروح معاش مبكر. يبقى فين التأمينات؟ يبقى النظام انهار. صحيح. النظام بالشكل ده اللي بيطالب بإلغاء المعاش المبكر ده واحد عايز يؤدي الى انهيار النظام. النظام مبني ان ادي عند الستين. نعم. لو كانت نسبة الناس اللي بتطلع معاش مبكر بسيطة في القطاع الخاص في حدود 1% 2% يتحملهم النظام من مجموع الاشتراكات. صحيح. انما توصل النسبة العامة ل 14% في القطاع الخاص النسبة 20% مش هيستحملها النظام. طب القانون قال ايه بقى في المعاش المبكر؟ هل قال هقطع معاشات الناس اللي طلعت معاش مبكر؟ لا. قبل كده؟ لا. احنا عايزين نصلح الغرض. صلحتوا ايه بقى؟ نصلح. قلنا خلاص اللي خد معاش مش هنقدر نيجي جنبه. الجديد بقى انت اكتسبت الحق في المعاش، عندك 20 سنة خدمة وسنك 50 سنة وقلت انا عايز معاش مبكر. ماشي. ده حق قانوني كده. انت مكتسب الحق في المعاش. اللي هو الحد الادنى لصرف المعاش 20 سنه متصل. كده انت اكتسبت الحق في المعاش. هتصرفه امتى المعاش ده؟ سن 60. عند سن 60 او لو تحققت الوفاة او العجز من ال 50 لل 60 المعاش يتولد. لكن مش هتصرفه في سن 50. لكن مش هتصرفه دلوقتي. يبقى هيئة المعاشات بتقول لك عايز تطلع معاش مبكر لو انت امنت على نفسك 20 سنه حقك. هتروح النهارده انت عندك 50 51 تقول لهم خلاص انا كده اكتفيت بال 20 سنه. هيقول لك زي الفل تعال لنا لما تتم سن ال 60. بالظبط كده. لا قدر الله يعني الحاله دي صاحبها توفي اثناء الفتره خلاص اهله بقى يصرفوا المعاش عادي. لكن مش هتقدم على معاش مبكر وهتصرفه في نفس اليوم خلاص. لازم ال 60 والا النظام ينهار. مظبوط كده يا فندم. طيب تعال نروح لنقطه ثانيه. ظهرت شركات تأمينات عامة وخاصة. عندنا مصر للتأمين والأهلية للتأمين دي كلها شركات حكومية وعندنا شركات خاصة وابتدت تطرح برامج تأمينية وبتتصل بالناس. يعني بتتصلوا بيا فلان تعالى اديني كل شهر مثلا 1000 جنيه وهديك في سن الستين كذا عايز تاخدهم كاش. ايوه. ما هو المدة مثلا 5 10 زي ما انت عايز. عايز تاخدهم كاش اوكي. عايز تقسطهم لك لمدة 25 سنة من سن 60 ل 65. في بعض الشباب والناس والكلام ده عجبتهم الفكرة. تمام. خاصة انه بيقول لك بعد مرور 3 سنوات يحق ليك انك تيجي تاخد الفلوس وارباح بعد 10 سنين بعد في اي وقت انت عايزه. بس المهم حد ادنى 3 سنين. هل هذه الشركات او الانظمة بتأثر عليكم بتسحب منكم منافسين قوي فانتوا لازم تشتغلوا بالريتم ده مثلا؟
الكلام بتاع سيادتك فيه نقطتين. اتفضل. النقطة الأولانية ده إيه سبب ظهور أولا إحنا بنشجع ده، وأهلا وسهلا لأي حد عايز ينشر وعي تأمين. مهمة هذه الشركات تعمل تحت رقابة البنك المركزي، الرقابة المالية والرقابة المالية هيئة الرقابة المالية يعني مش بتشتغل اعتباطا. فأهلا وسهلا بيهم. سبب ظهورها هو تدني قيم المعاشات. طب لما هنعالج قصة تدني قيم المعاشات خلاص هابط معاش كبير، هتبقى معاش كبير. نفس الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي موجودة في القانون 148 اللي مش عاجب الناس، اللي هي ايه بقى اشرحها؟ اللي هي النهاردة الحد الاقصى لأجل الاشتراك كام؟ الاقصى 8100 جنيه ده في سنة 2021. بتزيد كل سنة وبيتحرك كل سنة. القانون جه للناس اللي دخلها كبير، واحد دخله 20 25 30 ألف، ممكن ال 8100 دي ما مش كفاية، فعمل نظام جديد اسمه المعاش الإضافي. بقول لك تعالى عندي أمن على نفسك 8100 كمان، يعني انت داخل في النظام العام اللي موجود في جمهورية مصر العربية ب 8100، وهعمل لك نظام خاص بيك في 8100 تانيين، ادي الحصة بتاعتهم، ادفع لي الاشتراكات عنهم، ولما توصل سن الستين ادي لك المعاش اللي قرره القانون 148 اللي بالنظام العام، واحسب لك الفلوس بتاعتك دي قد ايه، واحولها لك لمعاش. وضيف المعاش اللي هيطلع من المبلغ الزايد ده على المعاش بتاع النظام العام، وهو ده يبقى معاشك، ويكمل ويورث على الورثة. هي بس مشكلة الأنظمة الأخرى انه بيقول لك في نهاية المدة انت ليك قد كده، تاخدهم دلوقتي ولا قدهم لك دفعات على 10 سنين، لكن ما يقدرش فوريفر ومع الأسرة. فالقانون 148 ومش بيديك 3 شهور زيك هيئة المعاشات، اذا حد اشترك 3 شهور وتوفى الله لو هو شاب ومتزوج حديثا، مراته وولاده من بعده هيصرفوا المعاشات. القطاع الخاص مش هيدي لك المميزات دي، مفهوم طبعا. مع التأمين الطبي انتوا كمان بتدوه. ايوه فندم. يعني عشان تشترك في الشركات الخاصه لازم تدفع تأمين طبي مستقل له مستقل. ايضا يعني أيوة. دي كان من ضمن النقاط. طيب القوانين دي والحاجات الجميله اللي حضرتك بتتكلم عنها هتنزل السوق امتى؟ زي مثلا المعاش الاضافي ده اللي هو 7 8000 يعني. احنا في طريقنا لاصدار اللائحه التنفيذيه للقانون. قانون نظم كل كبيره وصغيره في مساله المعاش الاضافي دي، والهيئه مستعده للتنفيذ بمجرد صدور اللائحه التنفيذيه، اللي اتوقع ان شاء الله خلال شهر ماكسيمم يكون صدرت اللايحة. أعتقد إن شاء الله تطلع في شهر 6. إحنا انتهينا من اللايحة خلاص وموجودة حاليا في مراحل الإصدار، وتم مراجعتها في مجلس الدولة وجات، وإن شاء الله يعني في أقرب وقت دولة رئيس الوزراء يطلع قرار باللايحة التنفيذية. حد الأدنى المعاش القانون بقى بيحدده مش كده؟ أيوة فندم. 15% سنويا الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه ده كان حدده القانون. الزيادة السنوية هي محددة قانونا، محددة بس سايبة النسبة. بيقول ايه؟ الزام عليا ده برضو 148 اللي مش عاجب الناس وبتطالب بإلغاء، يترفضوه كله القانون يترفضوه كله. لأول مرة قانون المعاشات ينص فيه على زيادة المعاشات سنويا. كل قوانين المعاشات قبل هذا القانون مش متضمنة الزام بزيادة المعاشات كل سنة. ف 148 قال في يوليو من كل سنة زود المعاشات، بس النسبة قد ايه؟ خلي بال حضرتك الهيئة لسه وليدة، هيئة مستقلة، هي اللي بتدير منظومة التأمينات في مصر، فقال بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%. فإحنا بنقارن كل سنة، بنعمل دراسات ونشوف النظام يقدر يتحمل زيادة معاشات لغاية كام في المية، وكنوع من أنواع
دعم أصحاب المعاشات المتدنية بنزود عن معدل التضخم. يعني فخامة الرئيس قال زيادة المعاشات السنة دي 13%، صح؟ معدل التضخم بقى السنة دي كان كام؟ أقل 5.1%. السنة دي قليل جدا. هنقول 5%، يبقى من 5 لـ13 في 8% تحسين ورفع مستوى لأصحاب المعاشات اللي معاشاتهم متدنية. طيب، مش عايز أقول إن أنا استوفيت كل الأسئلة، لكن كل قد إيه هتعملوا تحديث لهذا القانون؟ يعني خلينا نتلافى اللي حصل في القانون الأولاني اللي قعد عشرات السنين. أيوة. حد الناس مشاكت وناس رحلت على الدنيا وكان فيه مشاكل، هل في آلية في القانون أنه يتم مراجعته أول بأول؟ وهل حضراتكم في الهيئة المسند إليكم هذا الموضوع بحيث لما ينزل القانون للتجربة وهو نزل تعدله أول بأول مثلا؟ تمام. قوانين التأمين الاجتماعي يا فندم من القوانين المرنة جدا، لأنه بيتعامل مع مجتمع في متغيرات. صحيح. فمنين ما هتحصل متغيرات احنا بندرس وبنشوف مسؤولية القانون، مسؤولية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اللي عنده اي اقتراح لتعديل القانون بيبعت للهيئة، والهيئة بتدرس وبتقول ده ينفع ولا لا ما ينفعش. الهيئة اصبحت هيئة مستقلة بتدير اموال التأمينات الاجتماعية، فالموضوع تعديل القانون انا عايز اقول لحضرتك، اول قانون اللي كان شغال قانون 79 لسنة 75، ده القانون اللي كان مشي 40 سنة. القانون ده سنة 78 يعتبر اتعاد، يعني عملوا فيه تعديلات في اكتر من 60-70% من مواده، فما عندناش مشكلة في التعديل. المهم يبقى في منطق ورا التعديل، انا بعدل ليه؟ بس لو هل في حد اقصى للمعاش؟ في حد اقصى للمعاش وقت الخروج، بمعنى النهاردة اللي بيخرج معاش معاشه كام؟ اقصى معاش يتاخد على 8100، يعني نضرب 8100 في 80%، المفروض ان اقصى معاش يبقى 6480. ده لو دفع 800 كام سنة مثلا؟ ده لو بيمأمن على نفسه بالحد الاقصى طول الخدمة 36 سنة. بيدفع على الحد الاقصى اللي موجود 36 سنة. لا ده دول جديد دلوقتي. ده هتلاقي الناس، لو لاحظت يا استاذ محمد هتلاقي قيم المعاشات خلال التلات اربع سنين اللي فاتت بتاعت الناس اللي لسه خارجه، يعني بدات تزيد شوي. يعني كان الاول بيطلع استاذ الجامعه بياخد 1200 و1300 جنيه معاش لحظه خروجه، انما اللي لسه خارج السنه دي في ظل التعديلات اللي احنا بنتكلم عليها، في ناس بتطلع معاشاتها 2600 2800 3200، في زياده، مش هي المنشوده ولا هي المأموله. وعايز اقول حاجه تانية في منتهى الاهميه، النظام بتاع التامينات اصلاحه يا فندم في اي مكان في العالم، لو عايز تصلح نظام تامينات بتحط خطه على 50 سنة. ليه 50 سنة؟ 50 سنة عشان تصلح المعاشات، يبقى فيها 5 أجيال. الخبير الاكتواري يقول لك كده. طيب خلينا اسألك اسئلة سريعة في الخمس دقايق دول وطولت عليك. 1، الامان بتاعك كهيئة فين؟ يعني قول لي انا مزاجي عنب لو لو مفيش حد مستحق معايا. لا بالعكس والله. احنا احرص. لا قول لي يعني انت دلوقتي حضرتك تقريبا انت بتحصل 105% بتطلع 100%. انا اتمنى قوة العمل في مصر طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم للتعبئة العامة والاحصاء، قوة العمل في مصر حوالي 30 مليون. طيب 28 مليون. المؤمن عندك كام؟ 13 مليون بس. ما حصلناش 50%. 50% يعني في 50% غير مؤمن عليهم. غير مؤمن عليهم. وهم شايفيننا دلوقتي وسامعين. وهتلاقيهم مطنشين. اتمنى ان شاء الله بالرقمنة والاعتماد على الآلية وغرابة قواعد بيانات الدولة ببعض ان هذا العدد يتضاعف. انا مشترك عندك 7 سنين بس، واترفدت ورحت وقعدت والدنيا لطشت معايا، اقدر اجيلك بكرة اخد الفلوس اللي دفعتها في 7 سنين دول؟ عند سن احنا بننتظر
المواطن عند سن الستين بنقول له عيش حياتك طول عمرك، اشتغل وأمن على نفسك واخضع للتأمين، قعد شوية بره ورجع تاني، اشترك مدة وسافر بره ورجع. انا بشوف المواطن عند سن الايه الستين، يعني انت مش عايزه يجيلك دلوقتي خالص. عند سن حتى لو ليه قرشين عندك كان دفع 5000 وقال لك اروح اخدهم. لا ما فيش ده. عند سن الستين هقول له ال5000 بتوعك بفوائدهم لغاية سن الستين اهم. طيب السويد المعاش فيها بيصرف عن سن 67. ايوه فندم. انتم ليه حضراتكم محددينها في مصر بال60؟ علما ال60 ده كانت من 70 سنه، كان متوسط عمر المواطن 50. النهارده اخر احصائيه للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قريتها امبارح، الاناث بقى متوسط عمره 75 سنه وواحد من العشره. 74 وحاجه. والرجاله كده، والرجاله 72 بيقصفوا يعني عمرنا. 72 ما هتلاقي كل البوسطه لابسين اسود، حرام، مفيش راجل غلبان. هو دلوقتي الراجل يقدر يصرف الارمل يقدر يصرف 10 ارملته قانونا. أيوة. طيب عندكم نيه ترفعوا سن يعني ده حلو ليك، هتشترك اكتر. القانون او خليه اختياري. القانون 148 اللي الناس رفضاه. أيوة. الناس رفضاه، قال ان في قرار يصدر من دولة رئيس الوزراء برفع سن التقاعد من 60 الى 65 تدريجيا، بحيث انه سنة 2065 يبقى سن التقاعد 2040 يبقى سن التقاعد 65 سنة، كمان 20 سنة من النهاردة. لكن مش النهاردة. مش النهاردة. ما اقدرش اجي في النهاردة واقول كده. السيستم بتقول يبوظ. فاحنا هنبدأ نرفع السن ان شاء الله من 2032. بص هم قالوا لي الوقت خلص، بس 30 ثانية لو حضرتك عايز تقول أي حاجة بقى عن الهيئة. احنا أتحنا خدمة جديدة لأصحاب المصانع كثيفة العمالة، عشان موضوع استمارات 1 و2 و6 والتعامل مع التأمينات، أتحنا إنه يحمل الاستمارات بتاعته على الحاسب بتاع الهيئة من غير ما يقدم حاجة ورقية، وإن شاء الله هنعلن على ده بالتفصيل. بهيب بالعاملين بالهيئة التعاون الكامل مع جمهورنا العزيز وأهلنا، وأنا شاكر جدا لحضرتك وسعيد باللقاء الدسم ده. الله يخليك، أنا بشكرك. احنا قلنا لحضرتك كل الأسئلة وحضرتك جاوبت عليها بصدر رحب، وده في حد ذاته أمر طيب بالنسبة لك. بشكرك وبالتوفيق دايما. شكرا جزيلا. يا رب أكون لبيت كل أسئلة حضراتكم وقلت كل اللي نفسكم فيه. لكن اللي كان بيطالبني أطالب بإلغاء القانون، أنا مش جهة تشريع، أنا دوري أنقل أسئلتك للمسؤول وهو جاوب برد وبصراحة أقنعني. ليك رأي تاني ندخل على الصفحة ونتكلم. كل التحية لحضراتكم، ربنا يحفظ بلادنا شعبا وجيشا ونيلا من كل سوء يا رب، اللهم أمين. حلقة انتهت معاكم، سلام عليكم.